شلونك يا نواف؟ خير الله عليك. وش النطق السليم للوالد اسمه؟ مدوخ. مدوخ إيه؟ يا سلام، عشان كذا احنا احتفظنا وعشان ما تصير مثل البتروكميات. على البتروكمي لا ان شاء الله مدوخ. يا سلام، حياك الله يا نواف. الله يجزيك يا حبيبي. الاسم الوالد مدوخ كذا؟ مدوخ. مدوخ ها؟ إيه؟ اسم جميل حبيبي. وحضور جميل مثلك. الله يسلمك. وانت فيك من فهد البقمي، كان متسابق ايضا في قناه الواقع. يخلق من الشباب 40 يا نعم واكرم فيك حبيبي. عندك الصناديق، اختار وعطنا اياه. نواف 20 إيه؟ 20 يقول السؤال: ما هي المدينة التي كانت تسمى برحيمة، وهي عبارة عن شبه راس النورة؟ راس النورة، والله صح، إجابة صحيحة. أحب الحماس، أحب الوضوح، أحب الثقافة العالية. برافو يا نواف. يا سلام عليك يا نواف. يا سلام. يا سلام، تعال ادخل علي اضرب. لا لا لا.